مرحبا وياكم احمد من قناه البستان العربي. طبعا بعض المشاهدين طلبوا من عندي اسوي فيديو عن الاصناف اللي ضفتها هذه السنه. هذه السنه كنت كثير مشغول، يعني الاصناف اللي ضفتها من شهر واحد واثنين ما حولتهم بقصائص، يعني اني اجدرهم بهذه الاصناف المربعة بداخل المنزل بشهر واحد واثنين حسب الوقت اللي احصل به العقل، واطلعهم خارج المنزل بشهر نهايه شهر اربعه، وبشهر خمسة أحولهم بأصائص. بس هذه السنة كنت جدا مشغول فما حولتهم بأصائص لغاية شهر سبعة تقريبا، فما نموا كثير، يعني اهملتهم هذه السنة. فراح نبدي نشوفكم شنو اللي أنا ضفت هذه السنة من أصناف جديدة. عندنا هذا الصنف اسمه سي بولا، طبعا مطعم على بلاك ميشن. هنا عندنا صنف اسمه بوردا باركور، هذا صنف اسباني من مونسرات بانز. هنا عندنا صنف سان جيرمان، طبعا هذا من فيجو دي موندو اف دي ام. اصناف الاف دي ام جدا نادره طبعا عندنا بامريكا لانه تجي من اوروبا. هذا صنف ديلا سينيورا هايبرونكا، ايضا من منصورات بانز من اسبانيا. هذا الصنف ديرسان خوام جران، يمكن اقول الاسم غلط اني بس لانه اسماء اوروبية ما اعرف بالضبط يعني، بس اعتقد صحيح. هذا الصنف فين سينزو، طبعا جدا نادر هذا، يعني اخذت تقريبا سنين حتى حصلته من صديقي احمد كندا. شكرا احمد حبيبي. هذا الصنف ايرانيان فيروز، الصنف هنا عندنا يعني شخص بكندا عنده هذا الصنف، طل احمد صديقي واحمد بعث لي عقل من عنده، يعني ما شايف كثير معلومات عنه بالانترنت. مطعم على طعمت على عندي شجره قديمه برج سوت نوار، فطعمت عليه برج سوت نوار، شجره قويه تنمو قوي، جذورها قويه فتصلح كنظام جذري، مطعم عليه. عندي هنا ديانا من هارفي، طبعا بعض الاشجار مكررة. هذا جوالي جوالي نوار، هذا سانت جيرمان، اعتقد هذا تكرر عندنا، نو مو تكرر، هذا هذاك كان جوالي نوار وسان جيرمان. اي هذا سان جيرمان طعم على بلاك ميشن، وهذه فقط مجذرة. عندي هنا UCR 187، هذا من اصناف كاليفورنيا، هي تزرع الامريكية. عندي هنا بناشي، هذه سانت اوغستي،
هذه جذورها وصلت للأرض. هذه إيرانيان فروز، فعندي صار اثنين منها، يعني واحد مطعم واحد مجدر. عندي هذا العماني الكومثري، دسلي يا دكتور رياض من الكويت، شكرا دكتور رياض. اعتقد هذا من دكتور رياض او من ابو جاسم، نسيت بصراحة بالضبط من وين، بس دكتور رياض بعث لي اياه لامريكا، شكرا دكتور رياض. هذه هناشي اخرى ايضا مجدرة. عندنا LSU خولير من برنامج تربية من البذور من جامعة لويزيانا. هذه جذرتها من شجرة كبيرة عندي حتى استخدمها نظام جذري، اسمها تينا، من برنامج تربية من البذور من برنامج دكتور كوندت. عندي another بوردة باركور من مونسترات بانز من اسبانيا، يعني اثنين نجحوا عندي عقل من هذا الصنف. عندي هذه بياضي، صديقي ابو ادم من الاردن من راح زار بيت اهله، جاب عقل من شجرة امه بالبيت بالاردن، بياضي فانطاني عقله، ان شاء الله نجربه ونشوف طعمه. طبعا تاخرت عندي لانه ما حولتها باصيص وانطيتها اسمده لغاية شهر 7. عندي هذه another يعني فينزينسو ثانية، مطعمها على بردسوت بلانكا ريمادا. هنا خايف على مكان التطعيم ينكسر فربطته بهذا الخيط البلاستيك. عندي هذه الزفيرو، زفيرو اعتقد بعث لي اياها ريان، موجود على الانستغرام عنده مشتل اسمه تروستي فارم، يبيع كل اصناف الفواكه و التين. عندي بلاك مانزانيتا. طبعا هذه جذورها وصلت للأرض. هذه فيكو سيكو، طبعا يشبه صنف مورو ديكانيفا نيرينو، يكون تين اسود طويل ولذيذ. طبعا هذه عندي هنا كروزز من اصناف الجبليه. هنا عندي العماني الكوماثري مطعم على تينا، اثنين عندي عماني كوماثري. هذه ديلا سنيورا هايبرنانكا، صار عندنا اثنين منهم نجحوا. وهذه الحلوة هذه جولي تايجر، طبعا هملتهم ما كبرت كثير، جدا هملتهم، ما مخليهم بالشمس ولا انطيتهم اسمدة. زائدا عندي اعتقد بعض اصناف لحد الان ما حولتهم بصائص. عندي هذه ستروبري فيرتي، هذا عندي سيزك، هذا من اف دي ام فيجو دي موندو من اوروبا. هذولا هنا اعتقد سويتهم حتى انطيهم لبعض الناس طلبوا من عندي. هذه بلاك مانزانيتا مكررة، هذه ايضا
عماني كوما 3 أعتقد. يس هذه عماني كوما 3 الثالثة نجحت عندي. هذه طعامتها على التينة، طبعا كانت عقلة صغيرة جدا وطعامتها هنا وما شاء الله نجحت. هذا الفطر ميادي، هذا يطلع هنا على المواد المتحللة بالأساس. فهنا عندنا الكوما 3 ما شاء الله حملت أول فاكهة، طبعا هذه راح أتبرع بيها احتمال. ثاني أسبوع بشهر 9 عندنا لقاء جامعي تين بشتنوغا اسمه فيج فرولك، إن شاء الله أخذ معايا إشجار أعطيها لبعض الناس هناك، وبالمقابل أنا أيضا أحصل إشجار من بعض الناس هناك أيضا، نتبادل الأصناف، نتبرع بالإشجار الزائدة عندنا. عندنا بعض الأصناف أيضا هنا، هذولا على نظام التنقيط. لازم أشوف هذه اسمها، هذه اسمها فيردولينو أيضا صغير جديد. عندنا هذا هنا بلاك جيرمان. طبعا اذا حبيت انت تدقق بهذه الاصناف تبحث عنها باليوتيوب جوجل، كل اسم ذكرته يعني تقدر تكتبه بورقة وبعدين تبحث عنه وشوف الصنف المناسب لك. توجد معلومات عن بعض الاصناف باليوتيوب، تقدر تسوي بحث وشوف الصنف المناسب لك. يعني مو شرط تستنسخ طريقتي بتجميع الاصناف، لازم تجمع الصنف اللي يفيدك. اعرف هذه كثير اصناف يعني نضيفها لانه انا عندي شوية يعني حب للاصناف وتجرب الاصناف، اخسر وقت اخسر مبالغ عليهم بس هذه طريقة ما تنجح لأي شخص لأنه جدا مكلفة وجدا متعبة، رعاية والتسميد. أعتقد أني هذا الصنف ما قلته، هذا الصنف باستيلوري من هارفي، بس بصراحة أنا مطعم علي هذه هنا، أعتقد هذه إسكيا بلاك من يو سي ديفيز، طعمتها هنا. بعث لي هذه العقل صديقي ريان هذا التطعيم، أعتقد طعمت أربعة منهم وأربعتهم نجحوا. إسكيا بلاك من يو سي ديفيز. راح اخذ يمكن من عندهم اثنين اتبرع بيهم للناس اللي يجون جامعيتين بالفيج فرولك بشتنوغا. هذه تشيري كورديال، طبعا صنف اريد اجربه، كثير عليه كلام حلو، ان شاء الله السنة الجاية يحمل عندنا. نفس الشيء هنا هم عندنا هذه اسكيا بلاك مطعمة، هذه الثانية وحدة. عندي بعض الأصناف اللي نقوها بكاليفورنيا تنمو من بذور، بشوفكم إياهم إن شاء الله من ديفيد فيج هانتر صائد التين. هذا أول واحد، واحد ثلاثة واحد ثلاثة، بعده ما منطي اسم بس منطي أرقام. إن شاء الله إذا أنتج عندنا ويطلع ذات التلقيح نشوفكم فيديو، نسوي لكم فيديو عنه.
هذا الصنف كان عندي قديما وماتت الشجرة، وبعدين اعطيت منها ورحت جبت عقل ورجعت زراعتها مرة ثانية اولمبيا من لوز، المحل لوز هنا عندنا. بس هو مو اولمبيا، يعني صنف ينتج ثمر كبير، فحاولت اجدد الصنف مرة ثانية عندي بعد ما مات، صار بيتعفن جذور. هذا الصنف ايضا من ديفيد فيك هانتر، اسمه 0715، سماه هوب. هذا الصنف ايضا من ديفيد، طبعا تي اف اتش ذا فيك هانتر معناته، هذا 0245، اسمه فيج اوف ماني كولر، يعني فيج ذات الالوان متعددة. ما شاء الله بيها فاكهة حاليا، بس انا هاملها. هذه ايضا اولمبيان اللي ماتت عندي وجذرتها، فعندي هاي نسخة مكررة، جوز اتبرع بيها، احتمال اتبرع بيها للشخص اللي شجرة التين. هذه ايضا من فيج هانتر، اسمها 50 ديبوتيز ديلاي، نجربهم احتمال يطلعون يحتاجون تلقيح، نشوف. هنا عندنا شجرة ليمون ماير، هاي بيها ليمونة هنا وليمونة هنا. طبعا الفيديو صار جدا طويل، راح احاول اختصر. هذه باسيليكا سيكا من هارفي، طبعا هذا الصنف نيجرا دي اوغدا، طبعا الصنف جيد، بس هملت الشجرة اني بصراحة، ما انطيتها اسم دولة، حولتها بقصيص ان شاء الله السنة الجاية. هذه طبعا تبقى عندي يعني من ضمن 50 شجرة، 50 صنف اللي احاول ابقيهم في النهاية. عندي هذه بارتجار ريمادا، ما مسوي عنها فيديو ولا انتجت بعد. هي هذا ايضا صنف جديد، هذا ديلا كور، هذه سيبولا يعني مكررة، نجحت عندي بعض العقل. هذه بالي النقرة من هارفي، طبعا عندي شجرة بالي النقرة مزروعة بالأرض كبيرة، بس حبيت أضيف الصنف من هارفي حتى نقارنه. هذه بلانيرا أيضا، هذه من السنة الماضية، لم تنتج، وان شاء الله نسويكم فيديوهات عنها من تنتج ثمار. طبعا بهاي الجهة
كل الأصناف اللي ضفتها السنة الماضية بالخريف أو بالصيف من عقل، من تلقيدات هوائية بعثوا لي إياها أصدقائي، كل هذه الأصناف اللي هنا أنا ما مسوي عنها فيديوهات تذوق لأنه يعني ما أنتجت بعدها. هذه طعمتها بشهر واحد كوردي دام بلانك على نظام جذري اسمه سولتس ال دي اي، وانتجت ثمرة باكور ذوقناها، بس ما انتجت محصول رئيسي، لا انتجت هنا. ان شاء الله اذا نضج نعمل لكم فيديو عن كوردي دام بلانك. هذه بلاك سيليست، قصيت عقلة هنا وجذرتها بشهر واحد، وبعدين خليتها على مزاد التين وكانت عليها ثمرة، فعملت فيديو بقناتي. هنا عندنا شجرة كاكي أمريكي، أخذت عقلة من الكاكي الياباني هاتشي عندي وطعمته، وما شاء الله حاليا يتم جيد، تقريبا 5 أقدام. هذا الصنف من فيج هانتر 1612 unnamed، يعني غير مسمى بعده. هذه الوحيدة اللي صارت لي فرصة وخليتها بقصيص وحاليا عندها نمو جيد ما شاء الله. هذه روبرتس جولدن رينبو، طبعا كل سنة تموت عندي ما يتحمل برد تموت، وهذه السنة نمى من، تشوفون القص هنا ونمى من الجذور، نمى عدة أغصان. هذه جرين اسكيا، مو عندنا بلاك اسكيا من يو سي ديفيس، وهذه جرين اسكيا يكون يشبه كين ستروبري فيرتيه. قلنا عن هذا بلاك جيرمان، فهذول الأصناف اللي ضفتهم وبعدني ما سويت فيديوهات تذوق عنهم. طبعا الفيديو صار جدا طويل، إذا حبيت تتابع القناة اشترك في القناة، إن شاء الله ننزل فيديوهات تذوق عن أصناف تين حاليا تنتج عندي فاكهة ناضجة. شكرا للمشاهدة.